المخازن بها خزين ما يقارب الأربع إلى ثلاثة أشهر، والقطع مستمر، وإن شاء الله في الأيام القادمة سيكون التوزيع. أما بالنسبة للرعاية الاجتماعية سنطلق الوجبة الثانية عشر، والمواد مالتها هم جاهزة 100%، فقط ننتظر عملية التجهيز. ننتظر من بغداد عملية التجهيز، والقطع مستمر، وعندنا خزين ما يقارب ثلاثة إلى أربعة أشهر. بالنسبة للسلة الغذائية عندك السكر، الرز، المعجون، زيت الطعام، بالإضافة إلى البقوليات. أما بالنسبة للرعاية الزيت، السكر، الطحين، بالإضافة إلى الشاي، بالإضافة إلى الحليب. أما المخازن كاملة، يعني الأرصدة عندنا كاملة مال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بانتظار من بغداد إعلامنا بعملية التوزيع فقط. يعلمون يقولون بدوا بالتوزيع، إحنا نبدي، وإحنا مستمرين بقطع المواد حاليا. تم إكمال الحصة الثامنة من قطع مادة الطحين، وباشرنا بقطع الحصة التاسعة بتاريخ 13/12، ومستمرين بالعمل بتوزيع مادة الطحين من الحصة التاسعة. تم تبليغهم بالحضور لتسجيل على مادة الطحين، وتم توجيه المطاحن بتجهيز المواطنين، بتجهيز الوكلاء بانسيابية وحسب الجدول وحسب أيام القطع. الحصة الثامنة اللي انتهت الحمد لله لم تردنا أي شكوى بنوعية الطحين، ويتم إجراء خبازة موقعية يومية، ولا يجهز الطحين إلا بعد الفحص الخبازة اليومية. جنابك وكيل مواد غذائية؟ نعم. أي مرة؟ جديدة، مثل جديدة. تمام. نعم. عن المواد اللي راح تستلمها؟ وجبة الطحين ما شهر الـ 12 مع وجبة الـ 12. الوجبات الطحين تسع وجبات خلال السنة هاي. هي كانت السنة الماضية كانت 8 أشهر، السنة أضافوا لنا شهر إضافي آخر صارت تسع وجبات. نعم. جودة الطحين جيد؟ شهرين الأخيرات حيل خوش طحين. المواد الغذائية البقية؟ خوش مواد عموما زينة. يعني يا وجبة راح تسلم المواد ما شهر 12، جدولها باكر واحتمال 3-4 أيام تجهيز يصير. عندك بالمحل وجبة باقية ما مستلمها مواد؟ يبقى ناس يعني متفرقة خارج المحافظة مثلا يجون، يعني مرات كل شهرين يجي مرة عليها، يعني حسب ظروف المواطن بالمراجعة للوكالة. نعم يستلمون المواطنين. والله الاستلام نقطع بالدائرة، ثاني يوم ثالث يوم تجهز المواد ونجهزها للمواطنين، بس ما جاي تجي بصورة مستمرة يعني. وبالنسبة للزيت، بالنسبة للسكر، بالنسبة للروز، بالنسبة للمعجون، يعني ما تجي وجبة واحدة. أنا منطقة موصل الجديدة، الشاحنات لا موجودة متروسة ومواد موجودة بالمخازن، هيصير جدول القطع لمدة أسبوع الموصل كلها، فيصير زخم على المخازن فتتأخر شوية. مواد متوفرة بس التجهيز تدري الجدول الأسبقية به، يسجل بالبداية يستلم بالبداية، يسجل متأخر، وإحنا دائما نوصل الجديدة. بالنسبة للطحين دائما مخلينا بشعب الجدول.